السلام عليكم، مساء الخير للناس جميعا، ومتشكر للناس اللي تعاونوا معايا ومتعاطفين معايا. بس هو في موضوع، الفنان محمد رمضان اعتقد منزل فيديو بيقول فيه انه جاب لي شغل وانا رفضه. ده كلام الحقيقة ما حصلش، لان في واحد كلمني فعلا من يومين اسمه الاستاذ سعيد امام من طرف الاستاذ محمد رمضان صاحبه، مش الفنان محمد رمضان نفسه يعني، وبيقول لي في شغل في شركة معرفش، مش فاكر اسمها ايه الحقيقة، طيران، وحضرتك قدم السي في بتاعك هناك.